الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما الفرق بين الركاز واللقطة؟ وما الفرق بين الركاز واللقطة؟ الجواب: بينهما عدة فروق. الفرق الأول أن الركاز هو المال المدفون قصدا من صاحبه، فهو لم يضع على صاحبه، وإنما وأما اللقطة فإنها المال الذي ضل عن صاحبه، فيجده الإنسان غالبا غير مدفون وإنما ملقى على الرصيف أو في الطريق. الفرق الثاني أن اللقطة تحمل القرائن الدالة على أنها من جملة المملوكات المعاصرة. أنتم معي في هذا؟ أن اللقطة تظهر عليها قرائن تدل على أنها من جملة المملوكات المعاصرة، وأما الركاز فلا بد أن تظهر عليه القرائن أنه من جملة المملوكات التي تقادم عهدها. الفرق الثالث أن اللقطة لا تملك ابتداء إلا بعد تعريفها إن كانت مما تتبعها همة أوساط الناس، فلا تدخل اللقطة تحت ملكية ملتقطها إلا إذا عرفها حولا، كما ثبت ذلك في الأدلة وسيأتينا في الألفية إن شاء الله. وأما الركاز فيدخل تحت ملكية واجده فورا. ومن الفروق أن اللقطة لا يجب على ملتقطها إخراج شيء منها بعد الحول إذا تملكها، أن اللقطة لا يجب على ملتقطها إخراج شيء منها بعد الحول إذا تملكها، وأما الركاز فيجب إخراج خمسه بعد وجوده.